خلتي خبن من مدن فيدو ما تنساش يا راكور كانت فيل زرزرس حتى يصير كاكور بوشيتي دولة بحارو علينا عبد الله يكون صفا نستمر بين سري المزيد ان شاء الله خوتي دزز رحو فيديو جديد مع هاد سيد هذا في عمره 60 سنة جاي المطار حكمته جمارك الجزائرية خوتي دابيك دهولو في الكاباتي ودابيك وجه دهولو الكوكايين هو في عمره 60 ودهولو الكوكايين تما ينسى برا عمرو دي بقى يكملوا في الحبس هذي شوفوا خوتي الفيديو ما تنساش دير جيم كومنتار خلي الاشتراك نتاعك بس الكل هو جديد طلعونا كانت خوتي الحلم تاعنا الوصول الى 1000 مشترك و4000 ساعة خوتي لازاز ربري كاين رجال الخفاء دعموا اخوكم خلي يطلع القناة فرج معايا الفيديو السلام عليكم خويا. شوفوا هادو الناس اللي راهم يديروا الكاشيات للناجي. ما حنا خطرة دارونا في كويزينيير هكذا. يا خويا انت اللي كدير هكذا، ما على بالكش بلي السيد هذا ديجا اللي داروا له هكذا في عمره 60 سنة، داروا له كاشيات، يجيب 15 سنة ولا 20 سنة يموت في الحبس على رقبتك. تخافش ربي، ما تخافش ربي، خاف ربي، خاف ربي في، دير ربي في خاطرك. قا شابة تدي 100 مليون 200 مليون شابة تدي 50 40 مليون قا تدي شابة تدي معاك شوف ولادو مساكين هادو اللي راهم يسافروا دروك راهم يجرو عليه هو راهم يجرو في لي زافوكا ويجرو عليه هو بنيته مسكين يديها لك هذيك شو ديار شابة عطيتو قا 100 اورو 200 اورو دروك خسارة اللي يخسروها وشي يجرو عليه ليا حرام عليك خاف ربي خاف ربي هذا اللي نقولها لك خافوا ربي الناس اللي راكم ديروا خاشيات راهم داروها لنا حنا شعب من خطرة ونمرقوا لهم خاف ربي او شي بني كيما دا مسكين دار نيتو ما فتش في عمرو 60 سنة هم بحثوها لنا دروك الفيديو هذا داكو نطلعوه باه خافوا ربي لا اله الا الله وش محمد رسول الله السيد قالك في عمره والله غير 60 سنة راح صي هذا السيد راح مسكين هذا يرشوه بالحبس هو مسكين غير بديها وصلها وقادر ديها لواحد ما عرفش يعرفو احنا دارها لنا واحد ثاني كيما دارها لنا ديك كويزينيير ودارها لنا يا ربي احنا نفتشو ولكن قدر الله ما نفتشوش قدر ما على باليش خاف ربي قاش بات الدي لا اله الا الله محمد رسول الله كيف هذه ديك السفره هذه يا خويا قلت فين فيك